مهراب خان ذو 35 عاماً عاد من المهجر في باكستان الذي ولد فيه وترعرع لينيخ راحلته هنا مع عائلته الكبيرة والتي من بين أعضائها 7 أطفال له. وصلت اليوم إلى هذا المخيم وسأذهب إلى مزار شريف التي لا أعرف عنها غير الاسم. لا أملك هناك منزلا ولا مأوى، أواجه مشاكل كثيرة. سأعيش هناك إن شاء الله ولا أستطيع التكهن كيف سأعيش وماذا سأعمل. عبد الباري ذو 50 عاما هاجر إلى باكستان المجاورة حين كان عمره 7 أعوام ليعود إلى بلده أبا لأولاده وجدا لأحفاده، وقد ترعرعوا جميعا في المهجر. ليس عندي خطة مسبقة للعيش في بلدي، وسنعيش فيه على كل حال، ولا أعرف كيف سأدبر العيش لأولاد الصغار هؤلاء. وقد لاقى قرار إعادة اللاجئين الأفغان من باكستان إدانات دولية وخاصة من قبل المنظمات الحقوقية المختلفة، كما طالبت العديد من الدول باكستان بتغيير هذا القرار، ولكن الأخيرة مصرة على تنفيذه. تفيد تقارير منظمات إغاثية معنية بشؤون اللاجئين بأن 90% من هؤلاء العائدين لا يملكون مأوى في مناطقهم الأم، والعيش في هذه المخيمات في فصل الشتاء مستحيل، حيث تصل درجة البرودة إلى 20 درجة تحت الصفر. عبد الناظر، العربية، كابول.